السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كلام من قناة كينلوكس. اليوم شباب الفيديو راح يكون عن لعبة ماينكرافت مثل ما كنتم شايفين، وموضوع الفيديو راح يكون كيف تصنع البوابات الثلاث أو العوالم الثلاث. بتصير على الكمبيوتر وعلى الجوال على المكركة وعلى الأصلي. وهلأ خلينا نبلش مع البوابة الأولى. بالبوابة الأولى فبنحتاج بس أوبسيديان وفلينت أو أداحة أول لا حسب أنت ما بتقولها ببلا. صراحة هذا الفيديو أنا كنت ناشره على قناتي بس ما كفيت، يعني كيف يكون حطيته خاص لأنه كان كثير بيض. كيف رح تساوي؟ أول شيء هاي البوابة شايف بتحط أربعة من هون، بعدين بتعملها ارتفاع بتعمل ارتفاع خمسة وريد بتسكر من هون. هسه عنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. هلا بعدين بنجيب الأداحة أو الولاعة أو الفين أنت حسب ما بتقولها. بعدها بنفوت على البوابة وبس. هنا جنيرتينج وورلد بلو دينك تير ليتس جو. فتنا على البوابة. يعني بيعرف بوابة واسم البوابة بوابة نذر. هي البوابة فانت فيك تروح على القلعات وهيك وبس. خلينا نروح على البوابة اللي بعدها، اكيد رح تكون بعد هاي. قبل ما احكي عنها خليني احط الوقت، يعني صبح. اوكي، بالبوابة اللي بعد هاي نحتاج الاند بورتال. الاند بورتال هون، هي الاند بورتال. بعدين نحتاج الاندر، شو اسمه، اي اوف اندر. وهي اندر بيرل اسمه. هي ما نحتاجها ابدا. بس كيف بدنا نصنع، يعني اذا كنتوا بالسرفايفل كيف بدكم تصنعوا هي العين؟ بتحطوا هون هيك، حط قدامها هيك مسارات عن العين مثل ما انتم شايفين. اوكي، لا هذا مو شيء مهم حاليا. هلا كيف بدنا نصنع البوابة؟ بس نجي لهون هيك بهي الطريقة، 1 2 3 لازم يكونوا على نفس الاتجاه. 1 2 3 1 2 3 ريت كمان 1 2 3. بعدين هيك انا ما راح افوت عليها لانه صعب يطلع منها، بس لازم يطلع حالي حتى اطلع منها. فما راح اعمل هيك. انا مثل ما كنتم شايفين هي البوابة اشتغلت معنا، وهي طبعا بدون مودات. يعني ما بيعرف اصلا اللي مو خاتم اللعبة، هي بدون مودات. هي بقلبها تنين، فانت لازم تقتل التنين لحتى وهلا خلينا نروح على البوابة اللي بعدها. اوكي، بالبوابة اللي بعدها بس بنحتاج اي بلوكة، بس طبعا ما تكون خشب ابدا. نحتاج اي بلوكة بس غير الخشب. مثلا رح يجيب الامرالد، رح يجيب الايرون بلوك اوف ايرون. هي كتير كتير سهلة وما بتاخد معنا اي وقت. اوكي كمان انا نسيت شغلة اجيبها، واللي هي اهم شي لافا بوكيت او بوكيت لافا او سطل اللافا هيك انت حسب ما بتقولوا له. بعدين هون نحط هون ايميرالد، بعدين هون ايميرالد، بعدين هون ايميرالد، بعدين هون ايميرالد. بعدين هيك بنبلش اليوم نسكر الأراني الفاضية بالآيرون بلوك. اوكي، هون نسيان شغلة واللي هي انه لازم تكون ثلاثة. اوكي، بعدين هيك نجي لورا نجيب ايميرالد واحدة، ايميرالد واحدة. بعدين هون نجي هيك نحط بلوكتين ايرون هون، بنكسر هي الايميرالد. بعدين نحفر بلوكتين بالارض هيك، بعدين هون بنحط اللافا. اوكي، مثل ما كنتم شايفين هيك صار عنا البوابات الثلاث ابدا. بس اذا كنتوا كرياتيف فيكم تعملوها فخ لصديقكم. هلا خليني احطها كرياتيف. هي انا هلا صرت كرياتيف، فانتوا فيكم تقولوا لرفيقكم انه هي بوابه جديده وهيك، فهو اكيد رح يفوت بقلبه، ما رح ياثر اكيد، فراح يموت.
وراح تكون طبعا اكيد صعبة تطلع لانها هي لافا. فضايح هدول فضايح ما لكم دخل فيهم. اوكي هون نكون وصلنا لنهاية المقطع. قبل ما انهي المقطع حابب لكم شغلة كتير 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 بتفيدني الي صراحة وبتخليني استمر بنشر كمان. شغلة اللي هي انكم توصلوا هذا المقطع فوق 30 لايك وتوصلوني باسرع وقت ممكن. الالف مشترك انا هلا تقريبا 920 مشترك فبالوصل باسرع وقت ممكن للالف مشترك. فشكرا لكم اذا وصلتوني 1000 مشترك. شكرا لكم اذا ما وصلتوني 1000 مشترك يعني ما شاء الله عليكم زدنا باقل من اسبوع 500 مشترك. فشكرا شكرا كثير كثير لكم. وهلا مع السلامه.